السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميادريم، وإن شاء الله هنبدأ فيديوهات الـ Injectable Anti-Diabetic Drugs. اتكلمنا في سلسلة من الفيديوهات تقريبا 6 أو 7 فيديوهات عن الـ Oral Anti-Diabetic Drugs، كلهم صغيرين يعني إن شاء الله هتخلصوا بسرعة. النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ الـ Injectable، وأهمهم مين؟ الإنسولين. في الـ Injectable Anti-Diabetic Drugs إحنا عندنا إنسولين ومش إنسولين، تمام؟ في حاجات انسولين اللي هو الانسولين اللي احنا عارفينه، وفي حاجات مش انسولين اللي هو هنتكلم عنه في الاخر، هي مش اصلا انسولين ولكنها مواد تانية برضو بتتاخد از انجكشن. مش موضوعنا دلوقتي الحاجات اللي هي مش انسولين، هنخلص الانسولين ودول هناخدهم في الاخر كده كلمتين على السريع. قبل ما نتكلم عن الانسولين وحاجاته وبتاع، ليه عندنا محاضرة كاملة عن الانسولين؟ يعني ليه مش انسولين في ابرة كده لطيفة خفيفة البيشن ياخدها ويظبط البلاك جلوكوز بتاعه؟ هي الموضوع مش كده، الموضوع مش لعبة خالص. يعني هي الفكرة في ايه؟ ان احنا في جسمنا مفروض البنكرياس بتاعنا بيطلع لنا انسولين على مدار اليوم، ده بنسميه البيزل انسولين. ما ينفعش جسمي يقعد من غير انسولين طول اليوم، ده بيزل انسولين للحرق العادي الطبيعي بتاعي، جميل؟ طب لما باكل بقى بيبدا ايه؟ الانسولين ده يعلى، اللي هو اسمه برانديال انسولين، يعني بيعلى مع الوجبات، تمام؟ طبيعي في جسمي بيحصل كده، انا كحد الحمد لله ما عنديش دايبيتس بيحصل عندي كده. طيب لما باكل الفطار بيطلع لي حبه انسولين كتير كده اسمهم برانديال انسولين، لما باكل الغدا بيطلع لي حبه انسولين كتير برده اسمهم ايه؟ برانديال انسولين، والعشاء وهكذا، تمام؟ انا بقى مشكلتي في تايب 1 دايبيتس ايه؟ تعالوا كده نشوف، واسمحوا لي بقى إيه استعير يعني سلايد كانت في محاضره الدكتور مجدي حلمي في البطنه وهشرح عليها. دي ايه؟ ده الفيسيولوجي الطبيعي بتاع جسمنا. المفروض ان احنا عندنا بيزل انسولين، ده المفروض ان هو يكون في جسمنا طول اليوم 24 ساعة، جميل؟ وعندنا برانديال انسولين او بولس انسولين، ده بيطلع مع الوجبات، تمام؟ اكلت هيطلع الحبة دول عشان يحرقوا الجلوكوز الزيادة اللي دخل جسمي، ما اكلتش مش هيطلع، جميل؟ فالبيزل انسولين دي حاجة ثابتة في جسمنا. طيب انا في المحاضرة دي ليه عندنا ثلاث مجموعات. ايه هما الثلاث مجموعات؟ في شورت اكتنج انسولين بريبريشن، وفي لونج اكتنج انسولين بريبريشن، وفي بري ميكسد. طيب قبل ما نتكلم عن المجموعات دي، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في تايب 1 دايابيتس. تايب 1 دايابيتس ده ما بيكونش عنده انسولين اصلا في جسمه، البنكرياس بتاعه متدمر تماما، فما عندوش ولا بيزل انسولين ولا برانديال انسولين. فانا هدفي ايه من الادويه؟ ان انا اقلد الفيسيولوجي الطبيعي بتاع جسمي، ان انا اديله انسولين شبه البيزل واديله انسولين شبه البرانديل. دي فكره الشورت اكتنج واللونج اكتنج. طب نفكر مع بعض كده، نمسح الرغي ده. طب ثواني مش نكمل. نفكر مع بعض كده، لو احنا عندنا البيشن اصلا ما عندوش انسولين في جسمه، فبالتالي ما عندوش ولا البيزل ولا البرانديل. طب هنعمل ايه؟ هنديله ادويه من بره تبقى شبه الفيسيولوجي بتاع جسمي، انسولين يبقى شبه الفيسيولوجي، فبالتالي هو محتاج نوعين من الانسولين، نوع يشتغل كبيزل ونوع يشتغل كبرانديل. طب نفكر مع بعض، هل الادويه اللي هديها كبيزل محتاجاها تكون شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ يعني الديوريشن بتاعتها، ديوريشن اوف اكشن، طويله ولا قصيره؟ اكيد محتاجاها تكون طويله عشان تقضي معايا ال 24 ساعه. فهي دي فكره البيزل انسولين، اللي هما مين؟ اللي هما ال ان بي اتش واللونج اكتنج انسولين، اللي هو الجلارجين والديترامير والديكلوتيك، هنتكلم عنهم في الفيديو الجاي. بس هي الفكرة انه اللونج اكتنج انسولين دول اللي بستخدمهم كبيزل انسولين، دول بستخدم هنا ايه؟ لونج اكتنج. فانا هدي للبيشنت لونج اكتنج انسولين يشتغل كبيزل انسولين، جميل؟ طيب بالنسبة للبرانديال انسولين، هو ما عندوش اصلا انسولين في جسمه، فانا لما هيجي ياكل محتاج ان انا اديله ايه؟ انسولين مع الوجبات، اسمه برانديال انسولين. محتاجاش يكون شورت اكتنج ولا لونج اكتنج، لا انا محتاجاه يشتغل على الوجبة اللي انا هديها له بس، فيكون ايه؟ يكون شورت اكتنج، جميل؟ دي فكره ان انا عندي شورت اكتنج ولونج اكتنج. طب ايه فكره البري ميكس دي؟ نفكر، بصوا عايزك نشوف صوره تانية كده هنا. تمام، بص دي ايه؟ هنا البيشنت اللي باللون ده، هنا ده الاندوجينس الانسولين الطبيعي، تمام؟ الناس اللي عندهم تايب 1 دايابيتس ما بيكونش عندهم الاندوجينس انسولين طبيعي، فبالتالي ان انا هعمل ايه؟ هعمل حاجه تقلد الاندوجينس انسولين، هديله لونج اكتنج، ده اللي بيقعد طول اليوم معاه جرعه واحده او جرعتين لو هو يعني بيشتغل 12 ساعه بس، وهديله مع كل وجبه
rapid او short acting. جميل تمام. طيب كده البيشنت هيتشك كم مره؟ مره مع البيزل انسولين اللي هو بياخدها بالليل، وثلاث مرات مع كل وجبه، كده هيتشك اربع مرات. في بيشنتس مش بيتحبوا ان هم يتشكوا اربع مرات، فبيلجأوا لايه؟ يلجأوا ان انا اديهم انسولين بريمكسد. يعني ايه؟ يعني نفس الابره هيكون فيها ان بي اتش اللي هو اللونج اكتنج اللي هو البيزل، وهيكون فيها الريجولار انسولين اللي هو الشورت اكتنج اللي هو البرانديان. فنفس الابره هديها على الاقل بس مرتين، اللي هو الحته السوداء اللي طالعه دي مرتين. تمام. عيب الموضوع ده ايه؟ ان هو مش بيكون شبه النورمال فيسيولوجي بتاع جسمي، بس احسن في ايه؟ ان انا بقلل عدد الشكشكه اللي انا بديها للبيشنت. تمام. ففي البري ميكسد انسولين بتكون عباره عن ميكس كده ما بين اللونج اكتنج وما بين الشورت اكتنج في نفس الابره، يتاخد مرتين بس في اليوم. تمام. فهمنا الفكره جت منين من تقسيمه الادويه دي. طب نرجع بقى تاني، بسم الله، الكلام المكتوب. خلوا الفارماكوكينيتكس وميكانيزم في اكشن والحاجات دي في الاخر. نتكلم عن الشورت اكتنج. احنا قلنا كده ايه فرشه كده في الاول، ليه اصلا عندنا شورت اكتنج ولونج اكتنج. الشورت اكتنج بيشتغل كبرانديال انسولين او بولس انسولين، بيتاخد مع الوجبات عشان يقدر يواكب البرانديال انسولين اللي بيطلع من جسمي الطبيعي، يعني تمام، عشان يتغلب على الجلوكوز اللي داخل مع الوجبه. واللونج اكتنج قلنا لايه؟ عشان ايه؟ عشان البيزل انسولين، الانسولين الطبيعي عايز احافظ على الـ على الليفل بتاعه في جسمي اثناء اليوم اللي هو ال 24 ساعه. جميل. فبالتالي شورت انسولين بريبريشنز بيكون الاكشن بتاعها شورت، لان انا محتاجاه مع الوجبه بس، بيتاخد مع الميل تايم. جميل. طب عندنا ايه بقى؟ عندنا في شورت اكتنج ريجولر انسولين او بيسموه ار انسولين، او بيسموه الانسولين المائي، لان هو بيكون كلير جدا مش معكر زي ما هنتكلم عن الان بي اتش كمان شويه. وفي رابيد اكتنج انسولين انالوج. يعني ايه الريجولر انسولين؟ هنتكلم، طب بص نتكلم عن كل واحد وبعدين نقول التانيين دول طلعوا ليه. الريجولر انسولين ده الطبيعي اللي موجود في جسمي، شبه الانسولين الطبيعي، في نفس الامينو اسيد تشين اللي موجوده في جسمي. إيه اسمه؟ انسولين مائي، عشان كده بيكون كلير وكالرليس، شبه الميه كده ما فيهوش اي لون. جميل. طب هي الفكره في ايه؟ ان الانسولين بيكون واخد شكل كده هكسامير وماسك فيه اتنين زنك. فالانسولين بيكون ماسك فيه ايه؟ اتنين زنك. تمام. حلو. طيب لما بنحقنه سبكوتينيس بيتحول لدايمر ومونيمر، والمونيمر ده هو اللي بيحصل له ابزوربشن عن طريق كابيلاريز. فالهيكسامير دي مش بيحصل لها ابزوربشن، اللي بيحصل له ابزوربشن ايه؟ المونيمرز. جميل. طيب ليه بقى بيحصل ديلاي في الابزوربشن بتاعه؟ هو المفروض الريجولر انسولين ده يتاخد قبل الوجبه ب 30 دقيقه، يعني في خلال النص ساعه دي بيحصل له ديسوشيشن ويتحول لمونيمرز صغننه ويحصل لها ابزوربشن وبعدين يبدا يشتغل في خلال نص ساعه. طب ليه الوقت ده؟ لان هو بيكون ماسك فين؟ في حبتين زنك، في اتنين جزيء كده من الزنك. المسكه مع الزنك دي هي اللي بتخليه ايه؟ مثبت اكتر، فمش راضي ان هو ينفصل غير بعد نص ساعه. جميل. فهو كده في ديليت في الابزوربشن بتاعه، فمحتاج ان انا اديه قبل الاكل ب 30 دقيقه، يعني ممكن ساعه كمان عشان يبدا ان هو يشتغل. جميل. فهمنا الفكره من الريجولر انسولين، شبه الانسولين الطبيعي الموجود في جسمي، بس انا لما بديه سبكتينيس بيبقى محتاج وقت عشان يحصل له ديسوشيشن، وبدل ما يكون هيكسامير يتحول لايه؟ مونيمرز ودايمرز وغنانه كده يحصل لها ابزوربشن. طب الوقت عشان يحصل له ديسوشيشن محتاج قد ايه؟ من نص ساعه لساعه. فانا قبل ما اكل بنص ساعه لساعه محتاجه ايه؟ محتاجه ان انا اخد الدواء ده. جميل. طب قالوا الدكاتره بقى او العلماء، قالوا طب افرضوا اخد الدواء ونسى ان هو ياكل والدواء بدا يشتغل، هيدخله في حاله من الهايبوجلايسيميا، الانسولين شغال على الفاضي. تمام. مش المفروض ده برانزي الانسولين يشتغل مع الاكل؟ طب كده في مشكله، ممكن البيشنت يبقى حد كبير، يبقى طفل صغير، ما يقدرش ان هو يعني ياخد الدواء بعدين ياكل، او ممكن ينسى، ففي مشاكل كتير. فحليناها ازاي؟ ان احنا عطينا دواء تاني اسمه، عملنا دواء تاني اسمه رابيد اكتنج انسولين. رابيد اكتنج اللي هو بيشتغل بسرعه عن طريق ايه؟ واحد، عندنا اسفه جدا النقطه دي انا ما كتبتهاش في الورقه، فممكن تكتبوها معايا كده، ان هما تلات انواع، اللي هما الليس برو والاسبارت والجليسرين. جليسرين. تمام. طيب
هي الفكره في ايه؟ ان الامينو اسيد عارفين طبعا انه البتاع ده الانسولين 51 امينو اسيد، الامينو اسيد مترتبه جنب بعض كده بترتيب معين، الترتيب ده هو اللي بيخليها تمسك في الزنك، تمام؟ الحبيتين الزنك. واحنا قلنا من شويه ان فكره ان هو ياخد وقت عشان يحصل الديسوسيشن ايه حبيتين الزنك دول، طب انا عايزاه يكون مش ماسك قوي فيهم، فهغير شويه في ترتيب الامينو اسيدز. يعني مثلا الليس برو ده عمل ايه؟ يعني حط مش عارفه مجموعه لايسين بدل مجموعه ايه، الاسبارت شال مجموعه ايه وحط مجموعه اسبارتيك، الجليسرين مش عارفه شال ايه وحط ايه، المهم ان هو غير في ترتيب الامينو اسيد، فبالتالي ده اللي اعطاهم الاسم ده. جميل. نكمل مع بعض تاني. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ ان احنا عندنا الرابيد اكتنج دول تلات انواع اللي هما الاسبرو واسبارد والجلوسنين، تمام؟ فهي الفكره بقى ان التلاته دول الرابيد اكتنج بيشتغلوا بسرعه، ممكن كمان من 15 ل 20 دقيقه. فيعني هنا لو قرينا الكلام المكتوب ان التلاته دول اللي هما الاسبرو والاسبارد والجلوسنين دول بيعملوا ايه؟ بيكونوا رابيد اكتنج. ده بسبب ان حصل تشينج في الامينو اسيد ستراكشر بتاع الامينو اسيد، تمام؟ فده هيقلل الهكساميريك انسولين فورميشن بعد الانجكشن في سبكوتينيوس سبيس. يعني ايه؟ يعني هي بدل ما الانسولين يكون في الهكسامير في الفورميليشن، هي هكسامير شكل سداسي كده ومعقد ومش راضي ان هو يحصل له ديسوسيشن عشان يحصل له ابزوربشن، لا هيبقى ابسط من كده ويتحول لمونيمرز اسرع، فبالتالي الابزوربشن بتاعه هيبقى احسن، فهيشتغل في خلال 15 ل 20 دقيقه. فده ممكن نديه قبل الاكل بايه يعني بخمس دقائق، ممكن نديه مع بدايه الوجبه وخلاص. جميل. طيب بالنسبه بقى بعدين قالوا طب ممكن نعمل حاجه اسرع واسرع واسرع، اللي هو ايه؟ الفاستر اسبرت ده الانسيت اوف اكشن بتاعه من دقيقتين ل 15 دقيقه، ده ممكن ناخده مع الاكل عادي، ممكن كمان لو بدا ياكل وناسى ان هو ياخده ياخده بعد ما بدا الاكل. جميل. برضو نفس الفكره ان هو ايه في نيو فورميليشن، يعني الامينو اسيدز ترتيبها مختلف شويه، فده خلاه يعني في شكل مونيمرز اكتر، تمام؟ المونيمرز دي هي اللي بيحصلها ابزوربشن، تمام؟ فالمونيمرز دي هيزود البيرميشن ريت في السيركيوليشن، فده هيخليه اسرع في الانسيت اوف اكشن. جميل. طيب عايزاكم بس ايه عشان ما نخلص الفيديو ده وانتم محتارين ما بين حاجه اللي هو ايه، ان احنا عندنا في حاجه اسمها ديوريشن اوف اكشن وحاجه اسمها انسيت اوف اكشن. طبعا فاهمين الفرق؟ الديوريشن اوف اكشن الوقت اللي بياخده الدواء وهو قاعد في الجسم، ودي اللي بنفرق ما بينها وما بين الشورت اكتنج واللونج اكتنج، تمام؟ الشورت اكتنج اللي بيستخدمه اسبرانديال واللونج اكتنج اللي بيستخدمه اسبيزل. جميل. الانسيت اوف اكشن لا، ده الوقت اللي هياخده الدواء عشان يبتدي الافكت بتاعه، وده اللي بنقارن ما بين الريجولار انسولين والرابيد اكتنج انسولين والالترا رابيد اكتنج انسولين، تمام؟ فهو مثلا الريجولار انسولين محتاج مثلا من نص ساعه ل60 دقيقه، الرابيد اكتنج محتاج مثلا 15 ل20، اسرع واحد فيهم الالترا رابيد اللي هو بيحتاج من دقيقتين ل15 دقيقه. جميل. فلازم نفرق ما بين المفهومين دول، الديوريشن اوف اكشن والانسيت اوف اكشن. جميل. ده بالنسبه لايه؟ لاول مجموعه اللي هم مين؟ الشورت اكتنج انسولين بريبريشن. ليه سميناهم شورت اكتنج؟ لان هم بيشتغلوا لفتره قصيره. طب انا ليه محتاجه حاجه تشتغل لفتره قصيره؟ لان انا محتاجاها عشان تعوض البرانديال انسولين اللي مش موجود عند البيشنت ده، زي ما قلنا في الرسمه دي هنا اهو، تمام؟ المفروض ان احنا بندي ده اللي هو الرابيد او الشورت اكتنج مع الوجبات ليه؟ عشان نعوض ان هو ما عندوش اصلا انسولين يتفرز لما هيجي ياكل، تمام؟ احنا لسه ما اتكلمناش عن البيزل انسولين اللي هم اللونج اكتنج، هنتكلم عنهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى الفكره تكون وضحت، ولو في حاجه مش فاهمها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، حاولت ان انا اوضح الموضوع يعني انا باسهل طريقه. وبعد ما تخلصوا المحاضره دي انصحكم فعلا ان انتوا تشوفوا محاضره البطنه بتاعه الانسولين ثيرابي بتاع الدكتور مجدي حلمي، حقيقي هو شرحها بشكل اكتر من رائع يعني. فبس كده، وان شاء الله المره الجايه هناخد اللونج اكتنج انسولين بريبريشن. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.